طيب دكتورة سورة جالنا بلز اليوم معكم. طبعا احنا مكملين بموضوع الانسيتس. اتوقع انه مع الدكتورة اسراء وصلتوا عند بداية السلسلات صح؟ دكتورة خلينا نرجع نتذكر بس هيك بشكل سريع اللي هم الانسيتس، مبدا العمل تبعهم، شو التارجت وايش اهميتهم. مين بس يختصر لي اياهم بكم من جمله؟ تبلش يا عماد. بصراحه دكتوره ما لحقتش اراجعهم، كان علينا امتحانات طول الفتره الماضيه. طيب يعني ولا متذكر اشي بالمحاضره؟ حرفيا لا مش حرفيا، يعني انه هيك معلومه طارئة طلعت. طيب أوكي، الأنسيتس حكينا هم non-steroidal anti-inflammatory drugs، عادة نستخدمهم as analgesic, antipyretic و anti-inflammatory، اللي فكرة الانفلاميشن لما نحكي إنه في حالات الإصابات، مثلا واحد التوى الكاحل عنده وبتلاقي إنه صار في عنده ورم إحمرار وحرارة عليها، فكل هذا الإشي بسبب اللي هو الإفراز للبروستاجلاندينز والبروستاسايكلينز. الأساس بيجي من السايكلو أكسجيناز، يعني فعليا لما بصير في عندي اللي هو external مثلا في حالة مثلا اللي هي التروما، في عنا الأراكيدونيك أسيد، هو عبارة عن البريكيرسر للبروستاجلاندينز واللي موجود فعليا بالفوسفوليبيد باي لاير. في عنا إنزيم حكينا اللي هو الفوسفولايبيز A2 بيحول هذا الأراكيدونيك أسيد لإنتو بروستاجلاندين وبروستاسايكلينز، واللي فعليا بيؤدوا لحدوث عندي هذا الانفلاميشن مثل الفاز دايليشن. لكن بالنسبه لعنا هذول السايكلو اوكسجيناز، حكينا انه في عندي تو ايزوفورمز، سايكلو اوكسجيناز 1 سايكلو اوكسجيناز 2. السايكلو اوكسجيناز 1 هو اوريدي كونستيتيوتيف، يعني موجود بجميع الخلايا، والدور اللي بيلعبه له دور بحفظ التوازن بالجسم، وبالتالي فعليا هذا بيعمل لي بروستاجلاندين انا اصلا بحاجتها. وفي عندي النوع الثاني الايزوفورم الثاني هو الكوكس 2، واللي عاده بيكون له صار اندكشن له علاقه يعني لما بصير عندي هذا التروما والاميون سيستم بصير له اندكشن فبيعطيني بروستاجلاندين بتؤدي لحدوث هذا الانفلاميشن. لكن لما نيجي نحكي على الكوكس 1 والكوكس 2، الاثنين هم فعليا السبستريت اللي بيرتبطوا فيه هو الاراكيدونيك اسيد. المميز بينات الكوكس 1 والكوكس 2، الكوكس 2 حكينا هو اندكتيف، يعني باستجابه لا immune استجابة immune response، وفي عندي الكوكس 1 الconstitutive اللي موجود already دائما واكتف بالخلايا. التنين بيرتبطوا بالاراكيدونيك اسيد والتنين بيحولوا لبروستاجلاندين وبروستاسايكلين. بس يا جماعة حدا يسكر المايك لأن بسمع صوتي صرت أنا. الفرق بيناتهم كمان عدا إنه يكون عندي constitutive وinducible اللي هو فعليا بالاكتف سايت. الاكتف سايت عادة في عنا الستيريك بوكيت موجودة بالسايكلو سامعيني يا جماعة؟ يا دكتورة لأنه في حدا عامل ميوت إلي، راح الصوت من عندي؟ لا هلا لا بس قبل شوي في حدا عامل ميوت، بما يعمل ميوت لحاله عامل ميوت إلي. طيب ففي عندي انا اللي هو الستريك بوكيت، هاي الستريك بوكيت بالكوكس 1 عاده اللي موجود على مدخلها هو الايزوليوسين، فهي اوريدي مسكره، يعني المركب اللي بده يرتبط بالكوكس 1 ما راح يقدر يستخدم هذا الستريك بوكيت. بالمقابل بالكوكس 2 موجود عندي فالين انستد اوف ايزوليوسين، فالفالين اصغر من الايزوليوسين، فهاي البوكيت افيلبل. فبهاي الحاله الانهبيتر اللي بده يرتبط على الكوكس 2 ممكن يستخدم هاي الستريك بوكيت. بالنسبة عنا الكاتاليتيك بوكيت اللي بدخل فيها الأراكيدونيك أسيد موجودة بالكوكس 1 بالكوكس 2. لما نيجي نحكي على مستوى الانهيبيترز، الانهيبيترز في عندي انهيبيترز نون سيلكتيف واللي هي فعليا بتعتمد على استخدام منطقة الأراكيدونيك أسيد وترتبط فيها وبتمنع ارتباط الأراكيدونيك أسيد وبالتالي انهيبيشن اوف ذا انزيم. وفي عندي السيلكتيف اللي هم سيلكتيف كوكس 2 انهيبيترز واللي بيعتمدوا على انهم يستخدموا مكان ارتباط الاراكيدونيك اسيد بالاضافه الى الالوستريك بوكيت. فلهيك فعليا المركب اللي بيقدر يرتبط عندي بالكوكس 1 بيقدر يرتبط بالكوكس 2.
لكن اللي بيرتبط بالكوكس 2 وفقط بيستخدم يعني بيستخدم الالستريك بوكيت ما راح يرتبط بالكوكس 1. فمن هون تيجي عندي سيلكتيف كوكس 2 انهبيترز. الاراكيدونيك اسيد هو عباره عن فاتي اسيد مكون من لايبوفيليك بارت وكاربوكسيليك اسيد جروب. الكاربوكسيليك اسيد جروب تعمل ارتباط مع الارجينين ايونيك انتر اكشن بالاضافه الى التايروسين اللي موجود عن فوهه هذا الانزيم. والبارت الاخر منها اللايبوفيليك رح يدخل داخل الهيدروفوبيك بوكيت تبعت هذا الانزيم. هذا الاشي موجود بكوكس 1 بكوكس 2. فمن مين اللي حكينا اهم جزئيه موجوده عندي بهدول الانهبيترز خاصه لما نحكي عن نون سيلكتيف وجود اسيديك مويتي تعمل ارتباط بالارجينين سيميلر اللي بيعمله الاسيديك مويتي الموجوده بالاراكيدونيك اسيد. بالاضافه الى ذلك لايبوفيليك مويتي بتدخل بالهيدروفوبيك بوكيت اللي عاده بيستوعب البارت اوف اراكيدونيك اسيد. فبالتالي حكينا بناء عليها اذا ما نحكي على السكافولد الجنرال سكافولد سمبل سكافولد في عندك اسيديك مويتي وفي عندك لايبوفيليك بارت. هدول فعليا يصنف المركب كانون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج وراح نحكي عنهم بالتفصيل واهميه الاسيديتي هاي لكل فانكشنال جروب من هاي الجروبات الموجوده عندي. وراح نبلش باللي هم الساليسيليك اسيد ديريفاتيفز. الساليسيليك اسيد اللي هو 5 هيدروكسي بنزويك اسيد. الساليسيليك اسيد يعتبر انتي انفلاماتوري has affinity to bind to cyclooxygenase. وعادة لما بيرتبط بالسايكلوكسجيناز رح يستخدم عندي اللي هو الكاتاليتيك بوكيت اللي بيستخدمها الاراكيدونيك اسيد. رح يرتبط in its ionized form بحيث انه الكاربوكسيليك اسيد رح تكون ionized وتعمل interaction مع الارجينين in a similar way اللي كان يعمل الاراكيدونيك اسيد. والبنزين رينج رح تدخل عندي بالبوكيت وتعمل hydrophobic interaction. ما رح نستخدم الالوستيريك بوكيت فبناء عليها السلسليك اسيد كان بايند تو كوكس 1 وكان بايند تو كوكس 2. احنا بنحكي على نون سيلكتيف انهبيترز وبالتالي توفر فيه عامل الهيدروفوبيك بارت وبالاضافه الى ذلك الاسيديك مويتي. عاده وجدوا انه الانتي انفلاماتوري اكتيفيتي بروبورشنال تو اسيديتي. يعني اي عامل بيزيد الاسيديتي فور ذس مويتي ويل انكريز الانتي انفلاماتوري اكتيفيتي واي عامل بقلل منها رح يقلل من انتي انفلاماتوري اكتيفيتي ممكن احيانا يلغيها. فمثلا لو اجينا غيرنا this acidic moiety into amide بهاي الحاله المركب الناتج ما رح يكون فيه انتي انفلاماتوري اكتيفيتي لكن still I can use as analgesic. this salicylic acid ال PKA بتوقع قديش ال PKA له دكتورة بين 3 والأربعة هي أقل حتى هي زي 2.8. هون اطلع الأسيديتي طبعا قلت احنا فعليا بنحكي على اللي هي أمايد جروب. احنا بنعرف انه الأمايد ما بنصنفها أسيديك أور بيسك. قيمة ال PKA 8.2 فبالتالي انت بتحكي من ايش كان أقل من 3 PKA لواصل عندي 8.2. فدايما الاسيديتي ماشي باتجاه طردي مع الانتي انفلاماتوري اكتيفيتي. اي عامل بقلل من هاي الاسيديتي بتقلل عندي من الانتي انفلاماتوري اكتيفيتي وممكن تلغيها. فاذا زادت البي كي اي اكثر من 3 بكثير زي الساليسيلامايد لما عملنا ايزوستيريك ريبليسمنت اوف كاربوكسيليك اسيد انتو امايد بهاي الحاله بطل في عندي انتي انفلاماتوري اكتيفيتي بس انالجيسيك اكتيفيتي لاني انا فقدت الاسيديتي الموجوده عندي بالمركب. فبالتالي عامل الاسيديتي يعتبر عامل مهم للاكتيفيتي. طبعا حتى نحسن من الاكتيفيتي لا اللي هو السلسليك اسيد وجدوا انه اذا عملنا استريفيكيشن للفينول او اتش الموجوده فيها هاي بتعمل امبروفمنت للاكتيفيتي. وخير مثال عليها الاسبرين. الاسبرين عملنا اسيتيليشن ضفنا اسيتيل جروب على الـ OH اللي موجودة هنا هذا المركب صار في عندي enhancement بالـ activity. لكن بالمقابل لو شلنا الـ OH الموجودة هنا البنزويك أسيد رح تقل الـ activity تبعته. طيب لو بدنا نيجي هسا نفسر ليش البنزويك أسيد كـ activity anti-inflammatory activity كانت له weaker than salicylic acid. هل هذا العامل مربوط بعامل الـ acidity or not؟
يعني which one is more acidic تتوقع؟ Is it benzoic acid or salicylic acid؟ دكتورة البنزويك أسد مور أسدك هو مور أسدك. قديش البي كي إيه تبعته يا عماد؟ بصراحة بعرفش بالضبط، بس إحنا لما نشيل الـ OH فعليا إحنا شيلنا إلكترون دونيتنج جروب، فعليا بحسن الأسيدتي بهاي الحركة. يا بس هذا لما بنحكي على الميتا والبارا دايركتنج إفكت نوت الأورثو. البنزويك أسد لو أعطيك قيم البي كي اي تقريبا 4.2، الساليسيليك أسيد اللي هو أقل من 3 less than 3، ف which one is more acidic؟ اللي هو ساليسيليك أسيد. ساليسيليك أسيد is more acidic. طيب شو اللي خلى الساليسيليك أسيد more acidic؟ في عاملين هنا. العامل الأول إنه أوكي صحيح هاي هي electron donating group، بس لا ننسى انه this OH طبعا احنا على ايش نطلع بالاسيديتي؟ الاسيديتي اللي بنروح نطلع على الكونجوجيت بيس. الكونجوجيت بيس اي عامل بيعمل له stabilization for this negative charge بنقول انه بزيد الاستابيليتي للكونجوجيت بيس وبالتالي المركب رح يكون مور اسيدك. طيب هون فعليا لما نفسر انه ليش البنزويك اسيد مور ووتر سوليبل دان ساليسيليك اسيد، بيكون التفسير له علاقه بالانترا موليكولار انتراكشن الانترامولكيولار هيدروجين بوند. انا لما هاي الاو اتش بتعمل هيدروجين بوند مع الاكسجين الموجوده هنا، ذس هيدروجين بوند شو راح تعمل بالنيجاتيف شارج؟ راح تقلل من النيجاتيف شارج الموجوده، وبالتالي معناها زادت الاستابيليتي للكونجوجيت بيث عندي، وبهاي الحاله انا بهاي زادت عندي الاسيديتي. لما نروح على الاسبرين، انا فعليا بالاسبرين لغيت هاي الاو اتش الموجوده هون، فبطل في عندي هيدروجين بوند دونر يعمل انتر اكشن، فالاسبرين صارت قيمه البي كي له قريب الثلاث، يعني هي حتكون اقل شويه من كاسيديتي، اقل شويه من السلسليك اسيد. يعني الاسبرين والسلسليك اسيد مور اسيديك ذان بنزويك اسيد، لكن الاسبرين اقل شويه عندي من السلسليك اسيد بسبب عامل اللي هي الانترامولكيولار انتراكشن اللي بتعملها الـ OH مع الـ كاربوكسيليك أسيد لما تكون بالأيونايزد فورم، واللي بتزيد من فرصة الستابيليتي، وبنفس الوقت كمان هاي الهيدروجين بوند بيزيد من فرصة إنه تفقد البروتون. يعني بما إنه أنا زدت فرصة فقدان البروتون طلع عندي ستابل كونجوكت بيس، وبالتالي فرصة إنه يفقد البروتون بتكون أكتر، فبهاي الحالة السلسليك أسيد مور أسيدك ذان بنزويك أسيد. وهذا الإشي كمان رح نشوفه إنه فعلياً إذا راح عندك المركب يعني غيرت مكان الـ OH حطيتها على البارة أو حطيتها على الميتا، هون صار في عندي diminished anti-inflammatory activity. يعني كمان هون لغيت الـ anti-inflammatory activity. هون بدخل عامل كمان اللي هو زي ما حكى عماد الـ electron donating والـ electron withdrawing، إنه هاي على البارة هي electron donating group رح تزيد الـ density of electrons على الكاربوكسيليك أسيد، وبهاي الحالة رح يصير في عندي نقصان بالأسيديتي يأثر على الأنتي إنفلاماتوري أكتيفيتي اللي مربوطة بالأسيديك البروبريتي أوف ذا دراج. الـ OH اللي موجودة هنا هي صح رح تكون بالريزونانس ما رح تصل للكاربوكسيليك أسيد، تشتغل أز إلكترون وذ دروينج جروب إندكتيفلي، لكن عامل الهيدروجين بوند اللي كان يعمله عندي الساليسيليك أسيد واللي زاد من الأسيديتي إله هنا بطل موجود عندي في حالة الميتا هيدروكسي بنزويك أسيد، وبالتالي صار في عندي دايمنش للأنتي إنفلاماتوري أكتيفيتي. العامل الثاني اللي بيخلي السلسليك أسيد مور أسيدك ذان بنزويك أسيد غير عامل الانتراموليكولار هيدروجين بوند، إنه بنسمي هذا اللي بنسميها الأورثو إفكت. الأورثو إفكت عادة بغض النظر كانت الجروب الموجودة عندك إلكترون دوناتينج جروب أور electron withdrawing group، متى ما حطيت جروب هنا رح تعكس على الاسيديتي للكاربوكسيليك اسيد وتزيدها. يعني سواء حطيت هنا الـ OH فعليا هي electron donating، وهذا اللي فسره عماد بالبدايه قال لي بما انها electron donating فمعناها هاي الجروب رح تزيد من قيمه الـ BKA، لكن هذا الاشي هنا ما بتطلع على الالكترونيك افكت، ما بتطلع اذا الجروب electron donating ولا electron withdrawing. Whether you put electron donating or electron withdrawing group on the ortho position, هدول الاثنين رح يزيدوا الاسيديتي تبعت الكاربوكسيليك اسيد. الفكره بتيجي من وين؟ انه عاده
this benzene ring اللي رابطه بالكاربوكسيليك اسيد اذا بدي احكي اندكتيفلي البنزين رينج اندكتيفلي اتس الكترون وذ دروينج جروب تسحب. لكن اذا بنحكي باي ريزونانس هاي فعليا باي ريزونانس بتعطي الكترونات وبالتالي بتزيد الدنسيتي اوف الكترونز على الكاربوكسيليك اسيد. حتى يصير عندي الريزونانس احنا بنعرف انه لازم يكون في عندي الاينمنت للبي اوربيتلز يكونوا برر لبعضهم البعض حتى يصير في عندي الريزونانس زي ما احنا حكونا نعرف بالاورجانيك كيمستري. ايوه يعطيك العافيه. هلا دكتوره بتحكي شغلتين. اول شيء انا عندي امتحان فعادي لو طلعت. اي ساعه امتحانك؟ تقول ليش عندك امتحان مناعه؟ لا لا امتحان ميديسينال 2. ميديسينال 2 اي ساعه؟ ميك اب للفيرست للسكند يا عمر. لسه السكند ما اجى؟ لا لسه السكند ما اجى يا للفيرست وليس للسكند. معناته انا قارئ غلط فكرته للسكند. لا لسه السكند ما عم هاي هو للفيرست وليس للسكند. خلص تمام اوكي. طيب فبالتالي انا فعليا حتى يصير هذا الريزونانس والبنزين رينج تعطي الكربوكسيليك اسيد هاي طبعا هي كونجوجيتد معها فبهاي الحاله لازم يكونوا عند البي اوربيتال الايند بروبابلي حتى يصير هذا الاشي. وبالتالي حتى يصير هذا الاشي عادة بيكون الكاربوكسيليك اسيد والبنزين رينج كوبلانر مع بعضهم البعض يعني هم موجودين الزاوية بيناتهم زيرو. فبهاي الحالة البي اوربيتالز بتكون aligned in a proper way وبتعمل هذا اللي هو الريزونانس. لما اجي انا احط جروب على الأورثو بوزيشن whether it's electron donating or electron withdrawing انا رح اثر على الكوبلانرتي اللي موجودة بتوين الكاربوكسيليك اسيد والبنزين رينج. فلما أثر على الكوبلانرتي ببطل P orbital aligned properly فأنا زي كأني قطعت فكرة حدوث الريزونانس وإنه البنزين رينج تعطي إلكترونات للكاربوكسيليك أسيد. فبهاي الحالة definitely الأسيدتي بتزيد. فهذا اللي بفسر لي إنه انتقلت من 4.2 لقريب أقل من 3 وصارت عندي بهاي الحالة السلسليك أسيد more acidic than بنزويك أسيد. إذا نطلع عليها فبالتالي حتى يصير عندي لازم يكون عندي ما الـ P-orbital aligned properly وبالتالي حتى يصير الريزونانس. فإذا بتلاحظ البنزين رينج والكاربوكسيليك جروب اللي موجودة هنا هدول التنين كوبلانر مع بعضهم البعض الزاوية زيرو يعني أنا ما بشوف بيناتهم أي زاوية هم موجودين كوبلانر. لما حطينا الـ OH إذا بتلاحظ وجود الـ OH أثرت على الكوبلانرتي فبطل عندي الكاربوكسيليك أسيد كوبلانر يعني معناها البي اوربيتال بطلت الاينت بروبلي يعني مش موجوده عندي الزاويه بيناتها 180 فبهاي الحاله فرصه حدوث الريزونانس صارت اقل. نفس الشيء موجود عندي بالاسبرين انا حطيت عندي بلك جروب موجوده هنا وبالتالي اثرت على الكوبلانرتي. اذا كانوا كوبلانر التنتين راح اشوفهم كلهم على نفس المستوى فبهاي الحاله بطل في عندي الكوبلانرتي بطل في عندي بهاي الحاله اللي هي فرصه حدوث الريزونانس كبيره وبالتالي قللت انا من احتماليه اعطاء الالكترونات للكاربوكسيليك اسيد جروب وبالتالي قللت الدنسيتي اوف الكترونز عليها. بهاي الحاله انا ما عم بزيدها وبالتالي الاسيدتي صارت عندي اعلى لهاي المركبات. فهذا اللي بفسر لي ليش دائما الاسبرين والسلسليك اسيد ار مور اسيديك ذان بنزويك اسيد. وهذا اللي بفسر ليش السلسليك اسيد والاسبرين الهم بتر انتي انفلاماتوري اكتيفيتي ذان بنزويك أسيد itself or بارا هيدروكسي or ميتا هيدروكسي بنزويك أسيد لما أنا فقدت الأنتي إنفلاماتوري أكتيفيتي بسبب النقصان اللي صار بالأسيدتي بهدول المركبات. طيب لو أجينا هسا على الساليسيليك أسيد وحطينا إكس أتوم وهاي الإكس أتوم كانت هالوجين شو بتتوقع ينعكس على الأنتي إنفلاماتوري أكتيفيتي؟ هل رح تزيد ولا رح تقل؟ دكتورة ممكن تزيد إذا بدنا نحسب عامل الريزونانس؟ بتزيد إيش؟ الأنتي إنفلاماتوري أكتيفيتي؟ لأنه بصير مور أسيدك؟ رح يصير مور أسيدك، ليش رح يصير مور أسيدك يا عماد؟ لأنه الآن أيون اللي بتكون من الأيونيزيشن إلها رح يصير عندي إندكتيف أو باي ريزونانس أقل الدنسيتي تبعت الإلكترونات في المنطقة. اوكي هسا لما اجي احط انا اكس اتوم لما نفترض انه نحط احنا سي ال
السيال هي تعتبر إلكترون with a drawing group ومالي رح تكون by inductive effect وتأثيرها قوي. فبهاي الحالة رح تسحب إلكترونات من الرينج والرينج رح تسحب more electrons من الكاربوكسيليك أسيد، وبالتالي فرصة إنه البروتون يطلع ويصير عندي negative charge أعلى، زدت الأسيدتي وبالتالي رح تزيد عندي definitely the anti-inflammatory activity. لكن بالرغم من ذلك هذا الإشي ما كان مقبول لأنه كان كمان مرتبط بحدوث toxic effect، يعني ما بنفع أجيب أنا هالوجين سواء واحد أو أكثر من واحد أحطهم على الساليسيليك أسيد. صحيح أنا بزيد الأنتي إنفلاماتوري أكتيفيتي لكن كمان رح يزيد السايد إفكت بسبب زيادة الأسيدتي هاي. فبهاي الحالة يفضل إنه إحنا ما نحط هالوجين لأنه الهالوجين بده يزيد التوكسيتي. يعني أنا هون يعني الفارماكو دايناميك بروفايل للدواء حسنته بزيادة البوتنسي، بس بالمقابل أنا عكست أو كان تأثير سلبي على الفارماكو كينيتيك بروفايل إن التوكسيسيتي زادت، وبالتالي بهاي الحالة مش مفضل إني أستخدمه كلينيكالي للدرج بهذا القوة وهاي التوكسيسيتي. لكن بالمقابل لو حطيت أرر رينج، يعني لو أجيت أنا حطيت أرر رينج at position 5، يعني هاي 1 هاي 2 هاي 3 هاي 4 وهاي 5، لو حطيت بنزين رينج بارا للOH بهاي الحالة بتزيد الانتي انفلاماتوري اكتيفيتي. فبالتالي يعني بنزين رينج رح تسحب الكترونات، رح تكون كونجوجيتد مع البنزين رينج الثانية، رح تزيد الاسيديتي بس ما رح يكون تأثيرها بنفس تأثير الهالوجين، الهالوجين رح يكون تأثيرها اكبر فبتنعكس على التوكسيسيتي. لكن بنزين رينج ان نحطها مقبولة. فواحد من الادوية كمان اللي بيستخدموهم اللي هو هذا المركب، واللي فعليا انا في بنزين رينج هسا أنا حطيت هالوجين على هذا البنزين رينج، هسا هاي الهالوجين رح تسحب إلكترونات بتخلي هاي more deficient بالإلكترونز، وهذه رح تسحب من البنزين رينج طبعا رح تسحب inductively. بنفس الوقت إذا هدول التنتين كوبلنر مع بعضهم البعض رح يسحب بيروزونانس، لكن فعليا هدول التو رينجز ما رح يكونوا كوبلنر بسبب إني حطيت substituent على الأورثو بوزيشن. فإذا بيكونوا كوبلنر رح يصير في كلاشز بيناتهم، فيفضل إنهم ما يكونوا كوبلنر. فبهاي الحالة أنا فعلياً اعتمدت على الاندكتيف إفكت إنه هذه رح تسحب اندكتيفلي والبنزين رينج رح تسحب اندكتيفلي، وبالتالي تزيد الأسيدتي للكاربوكسيليك أسيد جروب. لكن حافظت عليها بالرينج إنه يكون عندي أقل من 5 بس أعلى من 3 واللي هي قريبة من الأسبرين، ما حطيتها بشكل كتير كبير. لكن لما أحطها لوجين رح تنزل بشكل كتير كبير البي كي اي وتزيد الاسيديتي بشكل كتير كبير. فبهاي الحالة هذا المركب كمان صار مور لايبوفيليك، هذا المركب ما في عندي هنا بلوكت الميتابوليزم اللي ممكن يصير عندي في حالة السلسلك اسيد، وبالتالي كمان انا زدت الديوريشن اوف اكشن فور ذيس دراج. سو ذيس دراج كان بي يوز از انتي انفلاماتوري دراج، ات هاز جود اسيديتي. جود اسيديتي اجت انه حطيت انا بنزين رينج، البنزين رينج راح تسحب الكترونات، المركب مور لايبوفيليك، ديوريشن اوف اكشن اطول، الريزيستنس للميتابوليزم على البنزين رينج صار عندي اعلى، وجود الفلورين خلت هدول التو رينجز ما يكونوا كوبلنر مع بعضهم البعض. فبالتالي هذا المركب عندي بينفع. فبنزين رينج اتس جود، بنزين رينج مربوط، يعني اذا حطيت بنزين رينج لحالها في عندها فرصة إنها تسحب الإلكترونات، لكن لما تيجي تحط معها هالوجينز بتصير الفرصة أكبر، وبالتالي بتحافظ على رينج من الأسيديتي قريب من الرينج اللي موجود عندي بالأسبرين. لو أجينا على السلسلك أسيد كفورموليشن موجودة، أنا كيف بدي أخذ السلسلك أسيد حتى إني أستخدمه أز أنتي إنفلاماتوري دراج؟ في عندي الأسبرين، وبالتالي الأسبرين أنا حكينا عملنا استريفيكيشن للفونيليك أو أتش اللي موجودة فيها، ورح نحكي شوي كمان عن الأسبرين وكيف بيشتغل على الكوكس 1 والكوكس 2 كمان شوية. فبالتالي إذا أنا بدي أجي أحكي على البنزويك أسيد زي كأنك ضفت لها أسيتكس جروب، أو إذا بك تحكي سلسلك أسيد أنت ضفت لها أسيتيل جروب فعملت أسيتيليشن. الساليسيلاميد أنا هون عملت إيزوستيريك ريبليسمنت أوف كاربوكسيليك أسيد إنتو أمايد. هنا يعني الهدف اني انا اقلل من السايد افكت اللي بتكون بسبب تاثير اللي هو الساليسيليك اسيد او المشتقات تبعته. لكن مين اللي حكينا الساليسيلاميد انالجيسك، يعني ما يعني اذا كان في عندي مثلا ورم لا تتوقع انه يروح بسبب استخدام الساليسيلاميد، لكن اذا كان في عندي الم راح يروح بسبب الساليسيلاميد. السلسلات اذا بتطلع على الستراكشر اوف سلسلات شو علاقته بالساليسيليك اسيد،
شو تتوقع يكون هذا الستركشر إذا بك تفكر فيه؟ برودراج؟ برودراج، كيف برودراج يا عماد؟ هسا أنا عندي إستر، ففعلياً لما أكسر الإستر راح يتكون عندي نوعاً ما دريفاتيف من الساسريك أسيد. كم واحد؟ فعلياً 2. يعني هذا المركب أنا جبت سلسلك أسيد، عملت استريفيكيشن إله عن طريق الفينوليك أو أتش مع كاربوكسيليك أسيد جروب من أنذر سلسلك أسيد. فبهاي الحالة this compound broad drug رح يصير له هيدروليسيز ويعطيني 2 سلسلك أسيد مونيتيز as anti-inflammatory. وبالتالي هذا ممكن يكون لها تأثير أني أنا بدل ما يعني دوز عالي من السلسلك أسيد قلت، لأنه أنا عندي 2 مونيتيز في سلسلك أسيد رح يروحوا عندي يرتبطوا بالسايكلو أكسجيناز ويعملوا له إنهيبيشن. ممكن أنا أستخدم السلسلك أسيد وآجي أعمله as salt عشان أزيد الواتر سوليبيليتي إله. ممكن أستخدم ميتال هيفير ذان صوديوم عشان كمان أأثر على اللي هو السوليبيليتي والفورموليشن. ممكن أستخدم أورجانيك صولت إني أنا أجي أعمله ويك بيس مع الويك أسيد، فبطلع عندي بهاي الحالة أورجانيك صولت، فرح يضل هدول التنين مع بعضهم البعض رابطين وبصير لهم absorption as one unit، وبالتالي أنا كمان قللت من احتمالية حدوث السايد إفكت. السلسلك أسيد هون لو عملنا isosteric replacement of SH sorry OH into SH still، أنا بحكي على مركب أسيدك يشابه السلسلك أسيد، لأنه إحنا حكينا أي جروب بنحطها موجودة عندي هون رح يكون إلها effect على الأسيدتي من خلال effect على الكوبلينارتي between benzene ring and carboxylic acid. still فرصة إنه يصير hydrogen bond كمان ممكن تكون موجودة، وبالتالي كل هاي الformulations موجودة عندي ممكن إنه أتلاعب فيها عشان إني أنا أحسن فرصة السولوبيليتي للمركب أو يمتص على شكل organic salt، وبالتالي أقلل من حدوث اللي هو الirritation. هسا السلسلك أسيد هو non-selective، يعني في عندي ارتباط على الكوكس 1 على الكوكس 2، وبالتالي ممكن أنا لما بعمل inhibition للكوكس 1 أنا أعمل side effect على المدى البعيد بالجسم، هذا systemic effect. لكن كمان بنفس الوقت السلسلك أسيد بيعمل لي والأسبرين ما يسمى باللوكال إفكت، واللي هو تأثيره على خلايا المعدة. هذا اللوكال إفكت إريتيشن بسبب الهاي أسيدتي اللي موجودة بهدول المركبات. فلو جينا اطلعنا على الرسم الموجودة عندي هنا، لما يكون أنا ماخذة أنسيد قيمة البي كي إله فوق اللي هي 5-6.5، ولو أكون ماخذة بالرينج من 3-5 أو هون مثلا كانت عندي 3.5 زي الأسبرين والمركبات الثانية، شو بده ينعكس عليها؟ هسا لو اجيت حطيت هذا الاسبرين او السلسلك اسيد اللي قيمه البي كي له بالرينج تبع 3.5 وحطيته بداخل الاستومك، هسا احنا بنعرف انه الايونايزيشن لاي مركب بيعتمد على البي كي اي وعلى البي اتش. البي كي اي للمركب ثابته، لكن البي اتش هي المتغيره حسب البودي كومبارتمنت. بنفس الوقت كمان لا ننسى انه المعدة بتفرق اذا كانت ماخذيته على معدة فاضية ولا ماخذيته على معدة مع الاكل، لانه قيمة البي اتش رح تتغير. احنا بنعرف انه البي اتش للاستومك بالعادة بالرينج الطبيعي من 1-2 عشان اساهم بعملية الدايجستشن. في عندي اتش سي ال يفرز بالمعدة بيحافظ على وجود اللي هو عندي اسيدك انفايرومنت. فبالتالي لو انا اجيت اخذت سلسلك اسيد او اللي هي اللي نحكي هون على الاسبرين مثلا أو الأنسيد وقيمة البي كي له 3.5، فبهاي الحالة إذا كانت عندي المعدة قيمة البي اتش لها 1.5 رح يكون mainly المركب بالأنأيونايزد فورم. أي ارتفاع بقيمة البي اتش رح يؤدي إلى أنه المركب الأيونايزيشن له يزيد، وبالتالي بالمقابل الأنأيونايزد فورم عندي رح يقل. هسا مين اللي رح يقدر يعبر اللي هو السيل ممبرين دائما، الأيونايزد أو الأنأيونايزد فورم؟ الان ايونايز. طيب هسا انا فعليا مركب لما بيكون عندي اللي هو 3.5 صار له absorption، واحنا بنعرف انه الادويه ببلش الابزوربشن لها بالستومك، لكن مين الابزوربشن بيصير عندي بالانتستين. لو صار لهذه المركبات absorption بسبب نسبه الان ايونايز فورم منها عاليه، لو اجينا داخل الجاستريك سيلز قديش قيمه البي اتش داخل الجاستريك سيلز بشكل عام؟ قديش البي اتش؟
تقريبا سبعة اللي هي نفس اللي موجودة الفسيولوجيكال بي اتش ما عدا البارتال سيلز اللي حكينا عنهم المتخصصين بإفراز الـ HCL حكينا على البي اتش لهم مختلفة كانت قريب الواحد هي 7.4 فمعناها لما أنا مركبي عبر ودخل بداخل السل عبر من أسيدك ميديا دخل بداخل الجاستريك سيلز 3.5 كانت البي كي اي شو تتوقع يكون عندي يصير له هل رح يكون في عندي تركيز عالي منه موجود بداخل السل ولا لا شو رح يكون التركيز عالي ionized or unionized أكيد الionized form الionized form فبهاي الحالة أنا المركب صار له امتصاص بشكل كتير كبير صار في عندي إله ionization هنا لأنه البي اتش اختلفت عندي وبالتالي صار في تركيز عالي فبهاي الحالة بصير في عندي فرصة إنه يعمل irritation للgastric cells عالية جدا بالمقابل لما تكون قيمة البي كي اي للأنسيت 6.5 مثلا مقابل 3.5 فعليا إذا بنيجي نطلع عليه بداخل الاستومك لو كان عندي موجود بأسيدك ميديا بالأن أيونايزد فورم صار له امتصاص لو ارتفعت البي اتش ستيل في عندي نسبة منه راح تكون أن أيونايزد بصير له أبزوربشن وهي الإكوليبريم اللي دائما نحكي عنها لكن فعليا لأن بنحكي 6.5 إجا على 7.4 فرصة الأيونايزيشن راح تكون عندي أقل هنا نسبة الأيونايزد فورم راح تكون أقل وبالتالي دخل الخلية رح يطلع منها بتركيز عالية بالأن أيونايزد فورم لأنه هون طبعاً لا ننسى أنه دائماً في عندي إكوليبريم بتوين أيونايزد أن أيونايزد فبالتالي هون رح يكون عندي فرصة الأيونايزيشن إله أقل رح يكون نسبة الأن أيونايزد أعلى وبالتالي رح يخرج بسهولة هون المركب 3.5 رح يكون نسبة الأيونايزد عالية وبالتالي الأن أيونايزد أقل فحتى يخرج من الجاستريك سيلز رح يحتاج لوقت أطول وبالتالي بسبب وجود هاي الايونايزد فورم منه الاسيديك فورم اللي كونجوجيت بيس تبع هذا الاسيد رح يعمل اريتيشن فبالتالي فعليا انا في عندي مشكله بهدول المركبات لما يكونوا هايلي اسيديك اللي هي اللوكال افكت مش بس السيستميك افكت يعني هنا انا عندي لما نحكي على الانسيد احنا بنحكي على مشكلتين مشكله اللوكال افكت بسبب الهاي اسيديتي انه فعليا اذا صار له اكيوميليشن بداخل الجاستريك سيلز رح يعمل اريتيشن وهذا بيكون مربوط لما يكون الانسيت قيمة البي كي اي له قليلة جدا هايلي اسيدك اذا كان مش هايلي اسيدك استيل كمان في له اللي هو سيستميك افكت لانه اذا كان المركب اللي عندي هو نون سيلكتيف يعني معناها اذا عملت انهبيشن للسايكلو اوكسجينيز 1 واحدة من وظائف السايكلو اوكسجينيز انه يصنع لي بروستاجلاندين اي 1 هذا البروستاجلاندين اي 1 هو مسؤول عن حماية المعدة وإنتاج الميوكس اللي بيغطي المعدة عشان يحميها من الHCL الموجود فيها فإذا أنا قللت من الإنتاج قللت من طبقة الحماية مع الوقت رح الHCL يأثر على خلايا المعدة ويعملها irritation فبالتالي في عندي مشكلتين مربوطين بالأنسيد اللوكال إفكت والسيستميك إفكت ودائماً الأسبيرين عادة والسلسلك أسد مربوطين بحدوث لوكال إفكت بشكل كتير كبير بسبب الهاي أسيدتي إلهم اللي هي أقل من 3 إحنا هون نحكي على 3.5 بس هون نحكي أقل من 3 وأحياناً كان مربوط الأسبرين إنه في بعض أنواع الفورموليشن وجدوا لما عملوا إندوسكوبي لبعض المرضى وجدوا إنه الأسبرين أوريدي ما صار له disintegration يعني نفس الحب ملزقة فأنت بتحكي على حب الدواء ملزقة على جدار المعدة يعني رح تظلها تعمل ريليز للأسبرين الأسبرين رح يدخل على داخل الجاستريك سيلز فرصة إنه يصير له أيونيزيشن عالية مع الوقت رح يصير في كوروجن وإريتيشن بهاي الخلايا وبالتالي صار في عندي مشكلة حدوث القرحة فبالتالي دائما في عندي لوكال إفكت لهدول الأدوية مربوط أكتر شيء لما يكونوا very highly acidic drugs بالإضافة للسيستميك إفكت المربوط بالسيلكتيفيتي between COX-1 and COX-2 لو أجينا على السلسلك أسد السلسلك أسد حكي أنا ممكن أنا different formulation أحصله ممكن يكون أسبرين ممكن يكون إسترز ممكن يكون سولت جوا الجسم كمان بيصير له ميتابوليزم لو طلعنا على الميتابوليزم اللي موجود بالبارت الفوقاني هذا شو بنسميه هذا النوع من أنواع الميتابوليزم يعني لو بدي أجي أحكي عنه أحكي لي عن هذا الميتابوليزم دكتور هذا فيز 2 ميتابوليزم فيز 2 اللي هو إيش بنسميه هذا الفيز 2 يا عماد كونجوجيشن conjugation فصار في عندي glucuronidation of carboxylic acid او glucuronidation of phenolic OH هون صار في عندي مركبات more hydrophilic لانه السلسلك اسيد بشكل عام الwater solubility له مش عاليه زدت الwater solubility له وبالتالي بصير له excretion خارج الجسم هون ضفت glycine amino acid
وبالتالي عملت هنا amide linkage لكن ضفت carboxylic acid. هسا المشكلة بالسلسلك أسد حكينا إنه الكاربوكسيليك أسد والأو أتش عاملين هيدروجين بوند مع بعضهم البعض وبالتالي بقلل من الواتر سوليبيليتي. هنا أنا بعدت الكاربوكسيليك أسد عن الأو أتش وبالتالي زدت الواتر سوليبيليتي للدرج حتى يصير له إكسكريشن خارج الجسم. بالمقابل هنا شو صار في عندي؟ لو نجي نطلع على المركبات اللي هنا صار عندي هيدروكسيليشن اللي هو أكسديشن رياكشن. Oxidation reaction phase 1 صار في عندي hydroxylation بارا للOH ortho للOH أو بارا وortho بنفس الوقت. كمان هنا أنا زدت OH على المركب زدت الwater solubility عشان يصير له excretion خارج الجسم. لهيك لما إحنا حطينا على هذا البوزيشن بنزين رينج زدنا حكينا اللي هو الهاف لايف زدنا الديوريشن اوف اكشن لهدول المركبات زدنا lipophilicity إلها وبالتالي حصلت anti-inflammatory activity with long duration of action. طيب نيجي هسا specifically نحكي على الأسبرين. هسا الأسبرين عادة هو non-selective. يعني إذا نيجي نصنف إحنا الأنسة صنفناها بالمرة الماضية إنه أنا في عندي non-selective وبعديها في عندي اللي هم selective. هسا non-selective كمان بصنفهم اللي هم مجموعة الأسبرين اللي بيرتبطوا irreversibly ومجموعة عندي اللي هم نون أسبرين زي الايبوبروفين ديكلوفيناك واللي بيرتبطوا ريفيرسيبلي باللي هو السايكلو أكسجيناز. هسا الأسبرين الأسيتيل سلسلك أسيد عنده قابلية يرتبط الريفيرسيبلي مع سايكلو أكسجيناز 1 سايكلو أكسجيناز 2. نفسه الأسبرين اللي هو الأسيتيل سلسلك أسيد الأنتي إنفلاماتوري مويتي المسؤولة عنه اللي هو السلسلك أسيد ممكن يصير له عندي أكتيفيشن بالليفر وبالتالي بيطلع لنا السلسلك أسيد والسلسلك أسيد بيرتبط non-covalently مع السايكلو أكسجيناز وبيعمل عندي اللي هو inhibition إله. فبالتالي الأسبرين بيشتغل على COX-1 بيشتغل على COX-2 بيرتبط عندي irreversibly ورح يكون mainly أول إشي مع COX-1 later on السلسلك أسيد بروح بيرتبط بالCOX-2. عادة الأكشن تبع الأسبرين هو مربوط بالدوز. يعني دائماً إذا الواحد بده يستخدم الأسبرين لمنع ارتباط الثرومب لمنع تكوين الثرومبوكسين A2 ثرومبوكسين A2 بيؤدي لحدوث الكوأجوليشن تجلط الدم وبالتالي الأسبرين بيعمل إنهيبيشن للكوكس 1 وبالتالي ببطل في عندي إنتاج للثرومبوكسين وبهاي الحالة أنا استخدمت الأسبرين as anti-coagulant drug. هذا بيعتمد على الدوز يعني مالي على الكوكس 1. بالمقابل إذا بدي إياه for inflammation بدي أستخدمه بدوز عالية حتى إنه يشتغل على الكوكس 2 ويشتغل as anti-inflammatory drug. لو إجينا على الأسبرين عادة ودائما كان في debate is it broad drug or drug itself. الأسبرين عنده affinity للارتباط بالcyclooxygenase 1. الcyclooxygenase 1 موجود بالبلاتلت لما بيجي بيرتبط فيه بمنع ارتباط يعني هو بسكر الاكتيف سايت بمنع ارتباط الاراكيدونيك اسيد بيوقف عمل السايكلو اوكسجيناز 1 وبالتالي بيوقف تكوين الثرومبوكسين A2 اللي هي الوضع الطبيعي لهذا السايكلو اوكسجيناز الموجود بالبلاتلت. الاسبرين عاده لما بيرتبط بالسايكلو اوكسجيناز 1 لما بنستخدمه بالدوز القليله هو بيرتبط كوفيلنتلي يعني بيكون هنا ريفرسيبل بوند. هاي الirreversible bond هي فعلياً بيعمل esterification of certain serine موجودة في الكاتاليتيك سايت مكان ارتباط الأراكيدونيك أسيد. فبالتالي الأسبرين رح يدخل فعلياً رح يجي يصير في أتاك على هاي الإستر جروب الموجودة هون على ديسكاربونيل وبالتالي رح يؤدي إلى أنه يصير في esterification acetylation of the enzyme. هذا الأسيتيليشن بمنع انه الاراكيدونيك يجي يرتبط. انت عملت اضافة جروب زي سكرت عملت بلوكينج لارتباط الاراكيدونيك اسيد فبهاي الحالة الانزيم بصير totally inactive ولازم يتصنع مرة تانية حتى يرجع عندي يشتغل وياخد الاراكيدونيك اسيد ويعطيني ثرومبوكسين A2. فبهاي الحالة انا عملت irreversible blocking للcox1 لهيك فعليا اذا انا بدي اياه as أنتي بلاتلت دراج أمنع إنه تكون الثرومبوكسين A2 أنا ما بحتاج لتركيز كتير عالية من الأسبرين لأنه رح يرتبط irreversibly وبالتالي بهاي الحالة وقفت عمل السايكلو أكسجيناز 1. شو اللي بيخليه وبيحفزه إنه يرتبط كوفيلنتلي؟ أول إشي
هاي الكاربوكسيليك سوري الكربون اللي موجوده عندي هنا هي الكتروفيليك، معروف الكربونيل دائما الكتروفيليك، في عندي استر موليتي هادي. السيرين اللي موجوده هنا بالعاده الاو اتش اللي هي الالكوهوليك هي نوت جود از نيوكليوفايل، لكن فعليا هي بتعمل انتر اكشن مع الكاربوكسيليك اسيد اوف سلسليك اسيد، وبالتالي هذا الارتباط بخلي عندي يضعف الرابطة الموجودة ما بين الهيدروجين والأكسجين، زي كأني أنا بسحب البروتون من السيرين فخلي عليها نيجاتيف شارج بتصير بتر نيوكليوفايل. فبهاي الحالة بتقترب من الإلكتروفيليك كاربون تعمل عليها أتاك، وبهاي الحالة فعلياً بيصير هيدروليسيز لهذا الإستر. السيرين عملت إستريفيكيشن أسيتيليشن وبطلع عندي اللي هو السليسليك أسيد. هذا السليسليك أسيد اللي بيطلع عندي ممكن يروح يرتبط بالسايكلو أكسجينيز. فلهيك إذا أنا فعلياً بدي الدرج هذا أز أنتي بليتلت ما بحتاج تركيز عالي، لأني أنا بس بدي أمنع السايكلو أكسجينيز 1، واللي منع هو عن طريق تكوين الريفيرسابل كوفالنت بوند، تنهي عمل الإنزيم وبالتالي ببطل الإنزيم أفيلابل وأكتف. بهاي الحالة بيضطر الجسم إنه يصنعه مرة تانية. إذا أنا بدي إياه as anti-inflammatory ويروح يرتبط بالcyclo oxygenase 2 معناها أنا بدي more salicylic acid تركيز كتير عالي، وبهاي الحالة بستخدمه بتركيز عالي. الإشي الثاني كمان إني أنا ما بدي تركيز عالي، يعني لما بستخدمه أنا بتركيز عالي فعلياً ما بيكون له anti-platelet effect. ليش؟ لأنه وجدوا إنه الcyclo oxygenase 1 هي بتعمل promotion للcoagulation، أنت البلاتلت تتجمع على بعضها البعض، بالمقابل السايكلو اوكسجينيز 2 بتعمل عمل عكسي. يعني معناها اذا انا منعت السايكلو اوكسجينيز 1 السايكلو اوكسجينيز 2 هي عملها عكسي، فلما انا امنعها يعني هي بتعمل انهيبيشن للبلاتلت اجريجيشن. لما انا امنعها انا هون عكست الشغل وبالتالي صار في زي كانه بلاتلت اجريجيشن. فبالتالي عشان اوازن هاي الامور مع بعضها البعض اذا بدي الدرج از انتي بلاتلت اكتيفيتي ومين اللي يشتغل على السايكلو اوكسجينيز 1 irreversible inhibition بيعمل، فبالتالي بحتاج دوز قليلة. As anti-inflammatory drug لا بدي إياه بتركيز عالي عشان أنا مالي يروح يعمل inhibition للcyclooxygenase 2. فإذا كانت الدوز أقل من 300 هو مالي anti-platelet ما بزيد أزيدها، لأنه فعليا إذا زيدها رح الcyclooxygenase 2 عمله عكس الcyclooxygenase 1 من ناحية platelet aggregation. إذا بدي إياه as analgesic بدي الدوز من 300 ل 2400. اذا بدي اياه از انتي انفلاماتوري ومالي على السايكلو اوكسجينيز 2 بدي اللي هي اكثر من 2400، فبهاي الحاله بيشتغل از انتي انفلاماتوري. فبالتالي الاسبرين هو دوز ديبندنت، الاكشن تبعه حسب الدوز يعطيني الاكشن تبعه. الاشي الثاني لازم نحكيه للمريض انه ما بيصير ياخذ أنسيد مع الأسبرين، يعني ما بصير أجمعهم مع بعضهم البعض. آه والله أنا بدي أخذ الأسبرين as anticoagulant وبدي أخذ الآيبوبروفين كمسكن ألم. الأسبرين as anticoagulant حكينا رح يكون تركيزها قليل، رح لو تشوف بالصيدلية رح تشوف اللي هو البيبي أسبرين 100 ملغرام. في كمان فورموليشن جديدة صارت 81 ملغرام تستخدم as antiplatelet، ما بحتاج تركيز عالي من الأسبرين. فبهاي الحالة ما بنفع أروح أخذ حبة الأسبرين as anticoagulant اللي هي 100 ملغرام أو 81 وأروح أخذ إيبوبروفين 400 زي البروفين 400 عشان أنا والله بدي أسكن الألم. لا، بهاي الحالة ما بزبط التنتين مع بعضهم البعض. السبب في ذلك إنه رح يصير في competition بيناتهم، إنه الإيبوبروفين رح يروح يرتبط بالسايكلو اوكسجينيز، الايبوبروفين ما رح يميز بين كوكس 1 وبين كوكس 2، رح يرتبط فيهم نون كوفالنتلي، رح يعمل هذا الانتر اكشن ويعمل بلوكينج لارتباط الاسبرين. فبهاي الحاله الايبوبروفين احتل المكان اللي رح يدخل فيه الاسبرين ويعمل هذه اللي هو الاستريفيكيشن اللي حكيناها، فمعناها المريض بهاي الحاله ما استفاد من جرعه الاسبرين از انتي كوجولنت دراج. فلازم دائما يكون في فاصل بيناتهم، يا بستخدمه قبل الدواء بفترة يا بعد الدواء بفترة طويلة، حتى إنه أنا ما أكون عاملة إفكت على الأسبرين، إفكت الأسبرين. يعني هنا ما بنفع أستخدم الأسبرين as anticoagulant مع الإيبوبروفين as anti-inflammatory drug بنفس الوقت، لا، بدك إنك تبعد عنهم، ما تستخدمهم مع بعضهم البعض، رح يأثروا على الإفكت لبعضهم البعض. وأنا بهمني بحالة أشخاص اللي بياخدوا الأسبرين as anticoagulant إنه يضلوا مستمرين على هذا الإشي، مش راح ياخذوا معاه مسكن، وبالتالي انا ما استفدت از انتي كوجولانت ادرك.
فبالتالي ما بينفع إنه ناخد الأسبرين مع الأذر نون ستيرويدال دراجز كاكو أدمينستريشن. طيب في حدا عنده أي سؤال على الأسبرين لحد هسه يا جماعة؟ في حدا عنده أي سؤال؟ طيب نيجي على اللي هو إيزوستيرز للسلسلات واللي بنسميه الفينامات أو الفيناميك أسيد. الفيناميك أسيد أو اللي بنسميه بالأنأريل أنترانيليك أسيد، يعني النوكليس الرئيسية اللي هي الأنترانيليك أسيد والنيتروجين تبعتها حطينا عليها أريل جروب فصار أنأريل أنترانيليك أسيد، هاي صار اسمها فيناميك أسيد أو بنسميهم الفينامات. يعني فعليا بدي أقارنهم مع السلسلات أنا عملت إيزوستيريك ريبليسمنت أوف OH اللي موجودة بالساليسيليك أسيد into NH2 واللي هي تعتبر monovalent الكلاسيكال isosteric replacement بالأنثرانيليك أسيد. فبالتالي الأنثرانيليك أسيد بعديها منيجي بنربطه بأروماتيك رينج فبصير اسمه الفيناميك أسيد. طيب تتوقع حاسة كبداية إذا بدي أجي أحكي على الأنتي إنفلاماتوري أكتيفيتي إحنا حكينا إنها مربوطة بالأسيديك بروبرتي للأدوية الموجودة عندنا، تتوقع which one is more acidic salicylic acid or anthranilic acid which one is more acidic؟ يلا يا جماعة مين more acidic؟ salicylic acid دكتورة. طيب salicylic acid. طب تتوقع يا عماد ليش؟ عشان ال inductive effect مع ال OH أوكي. افضل مين من الNH2. مين عنده قابليه؟ لا الاندكتيف افكت هو الكترون ويذدروينج وليس الكترون دونيتنج. هسه من ناحيه لو اجينا نحكي على من ناحيه الاورثو افكت، هل الاو اتش والان اتش 2 راح ياثر على الكوبلانريتي بتوين بنزين رينج اند كاربوكسيليك اسيد؟ اكثر راح ياثروا، راح ياثروا لانه فعلا احنا بنحكي الاورثو افكت وذر اتس الكترون دونيتنج اور الكترون ويذدروينج راح تاثر. طيب شو العامل الثاني اللي ممكن تقول سببه انه خلى الانترانيليك اسيد لس اسيدك ذان سلسليك اسيد؟ لو اجينا على الالكترون دونيشن، مين عندها قابليه تعطي الكترونات اكثر للبنزين رينج الان والاور الاو اتش؟ اكيد الان اتش 2، اكيد الان اتش 2 لانها لس الكترونيجاتيف اتوم، وبالتالي معناها انا اذا بعطي الكترونات للبنزين رينج أنا قلت فرصة الريزونانس صارت أقل فبصفي فرصة الاندكتيف إفكت. أنا بعطي إلكترونات للبنزين رينج وبالأكثر من حالة الـ OH البنزين رينج حكينا إنها هي اندكتيف اللي بتسحب الإلكترونات، فأنا لما بعطيها إلكترونات من عندي بقلل قابلية السحب، فبهاي الحالة رح يكون في عندي قابلية الأسيديتي لهدول المركبات أقل. قديش أقل؟ فعلياً هو ما فرقت كتير، هاي رح يطلع المركبات اللي عندنا هدول المركبين هي 4 و 4.2. لو تتطلع على المركب الموجود عندي هون ليش هذا مثلا 4 وهذا 4.2 برأيكم؟ يعني إذا قارنتهم أنا بالسلسلك أسد اللي كان أقل من 3 definitely less acidic بسبب العوامل اللي حكيناها. هسا إذا بدي أقارن هدول المركبين ليش هذا 4 more acidic than this one برأيكم؟ عشان substituents اللي على ال NRL يا هون أنا عندي النيتروجين في مجال يعني إنها تعطي إلكتروناتها باي ريزونانس هون وهون كمان. هسا هاي البنزين رينج في عندها الكلورين كمان هدول بسحب إلكترونات وبالتالي وجود الهالوجينز زاد من أو قلل فرصة إنها تعطي إلكترونات وبالتالي قللت من الدنسيتي أوف إلكترونز هون فمعناها قللت من اللي هي اللي سوري صارت تسحب أكتر وبهاي الحالة this one is more acidic. الفرق مش كتير كبير لأنه إحنا بنحكي على effect inductive وأبعد شوية وبالتالي لكن still the anthranilic acid in general هو less acidic than salicylic acid. هذا المركب كان more acidic بسبب وجود اللي هم هدول الجروبس اللي موجودة عندي هنا. فبهاي الحالة هذا المركب اللي هو ال N-aryl anthranilic acid كله على بعضه بنسميه بالفينامك acid وبالتالي بناء على قيم البي كي اي بقدر اني اعتبر هدول المركبات كمان good as anti-inflammatory drugs. اذا بدي اقارنهم بالسلسلك اسيد وبالاسبرين هون بيكون عندي less acidic الانتي-inflammatory effect تبعهم اقل. اذا بدنا نحكي على اللوكال effect والسايد effect تبعهم بالجي اي تي definitely هدول المركبات still هم highly acidic لكن تأثيرهم definitely رح يكون اقل من ناحية من السلسلك اسيد لانهم هم less acidic than سلسلك اسيد.
فبالتالي الفينوميك أسيد كمان بنصنفهم as NSAID non-steroidal anti-inflammatory drugs. هنا ما بحكي على irreversible, نحكي على reversible interaction, non-covalent interactions بيرتبطوا عندي بالكوكس, سواء بالكوكس 1 أو بالكوكس 2 رح يستخدموا مكان ارتباط الأراكيدونيك أسيد, فهون المركبات هدول non-selective. إذا اطلعنا على المختصر تبع السار, فعليا هدول التو رينجز مع بعضهم البعض already in conjugation, وجود الـ NH اللي هون تعطي maintenance للconjugation, يعني انه فعليا انت بتحكي على دبل بوند سنجل, في عندك نون بير اوف الكترون سنجل دبل, فبالتالي صار في عندي conjugated system ما موجودة بيناتهم. اذا حطينا CH3 group هون زي ما شفنا قبل شوي بالمركبات, فديفينتلي انت بتحكي على بنزلك, وبالتالي بنزلك دائما بدك تتوقع حدوث اوكسيديشن له, وبالتالي بهاي الحاله اذا بنحكي على duration of action رح يكون اقل لما تكون CH3 مقابل انك تحط CL. المركبات اللي هون الكاربوكسيليك اسيد هي ميميكينج الكاربوكسيليك اسيد بالاراكيدونيك اسيد, ميميكينج الكاربوكسيليك اسيد الموجوده بالسلسليك اسيد وبالاسبرين, بتعمل ايونيك انتراكشن مع الارجينين واللي هو يعتبر واحد من الانتراكشنز المهمه اللي بيعمله الاراكيدونيك اسيد, بما انه البي كي اي من 4 ل 4 و2 رح تكون نيجاتيفلي شارجد ات فيسيولوجيكال بي اتش. هذه فعليا رح تعمل اللي هو هيدروفوبيك انتراكشن, هذه كمان رح تعمل هيدروفوبيك انتراكشن. هدول التورينجز عاده يفضل انهم ما يكونوا كوبلنر مع بعضهم البعض, يعني المركب لما بده يجي يدخل بداخل البايندينج سايت او الاكتيف سايت رح يدخل جزء الهيدروفوبيك لجوا, وجهه الارجينين هي موجوده عند فتحه هذا الاكتيف سايت, وبالتالي حتى يعمل اكوميديشن بداخل الاكتيف سايت هدول التورينجز ما يكونوا كوبلنر مع بعضهم البعض, يعني ما يكونوا مرسومات بهذا الشكل. يعني هون اذا بدك تطلع عليهم هدول التلين الزاويه بيناتهم زيرو هم كوبلنر, لكن بالواقع هم ما بيكونوا كوبلنر مع بعضهم البعض. اللي بيساعد انهم ما يكونوا كوبلنر خاصه لما نحط على الاورثو بوزيشن سبستيتيوانت, لانه فعليا رح تعمل كلاشز وذ ذس هيدروجين اذا بيكونوا بهذا الشكل, رح تجبرها انها تلف, والتنتين ما رح يكونوا كوبلنر مع بعضهم البعض. لو اجينا على الميتابوليزم, الميتابوليزم هون بما انه بنحكي على CH3 وهي طبعا بعيدة عن السنتر هون, وبالتالي بتكون more accessible for metabolism, بصير عليها hydroxylation. طبعا هذا الhydroxylation استل المركب فيه activity, صحيح انا ضفت عليه polar group وهو رح يدخل بhydrophobic pocket, لكن استل هو active. لكن فعليا احنا بنعرف انه اذا كان في عندي برايمري الكحول ما رح يوقف عند البرايمري الكحول, رح يصير فاردر ميتابوليزم, لكن مش بالسيتوكروم بي 450, رح يكون عندي كاتالايزد باي انذر انزيم. ففي عندي هون الكحول دي هيدروجينيز بيعمل اكتيفيشن للالديهايد, الالديهايد بيعطيني اللي هو كاربوكسيليك اسيد, المركب الناتج بيكون ان اكتيف. كان في عنده كاربوكسيليك أسيد ممكن يصير عليه جلوكيورونيديشن, صار في عندي سايت تاني بيصير عليه جلوكيورونيديشن, والجلوكيورونيديشن تعمل تيرمينيشن للأكتيفيتي. واحدة تانية من الأشياء اللي بتصير اللي هي فقط بالميكلوفيناميك أسيد اللي بيكون فيه كلورين, إنه يصير دي هالوجينيشن, واللي هي كمان شلنا اللي هي CL. عادة إذا أنت قللت من عدد الهالوجينز بمركبك زي كأنك عملت ريدكشن, شلنا CL وحطينا بدالها هيدروجين. فممكن كمان يصير عندي هذا النوع اللي هو نادر من أنواع الميتابوليزم, إنه يصير ديهالوجينيشن وهو مقرون بالميكلوفيناك أسيد. لكن الناتج تتوقع المركب الناتج is it active or inactive؟ لو شلنا CL شو تتوقع الناتج يكون؟ أظن still active. Still active, بس إذا ما كان في عندي R group هنا, فبهاي الحالة المركب لازم يكون non-coplanar, دولة فرصة الاكتيفيتي رح تصير أقل لأن المركب رح يضل يلف لحتى ياخد فرصة إنه ما يكونش coplanar. وبهاي الحالة إذا حطيت هنا هيدروجين صحيح بيكون في عندي شوية كلاشز, لكن استل المركب ممكن يلف, فممكن كمان يأثر على الاكتيفيتي ويقللها بهاي الحالة. فبالتالي المركب الناتج استل active compound إذا صار له glucuronidation فقد الاكتيفيتي بهاي الحالة. طيب في حدا عنده أي سؤال لحد هسه يا جماعة قبل ما ننتقل لمجموعة تانية؟
طيب نيجي على المجموعة الثانية اللي موجودة عندي من مجموعات الأنسيتس. يعني المجموعة الأولى حكينا السلسلك أسد، بعدين حكينا على الأيزوستيروف سلسلك أسد. بالمجموعتين التنتين الميفيناميك أسد والسلسلك أو السلسلات، كانت عندي الكاربوكسيليك أسد directly bound to the بنزين رينج، رابطة الكاربوكسيليك أسد بالبنزين رينج. هنا رح نعمل سبيسر بيناتهم، صار عندي مجموعة تانية، جيت خليت الأسيدك مويتي، لأنه حكينا شرط أساسي بالأنسيد يكون في عندك أسيدك مويتي أيونايزر بالآت في السيولوجيكال بي اتش، ويكون في عندك لايبوفيليك بارت. الفرق هسا اللي صار بين السلسلك أسد وهدول المجموعة إني حطيت سبيسر بيناتهم، فصار بهاي الحالة المركب اللي هو ألكانويك أسد اللي هي نسبة لوجود هاي الجروب إنها مش مباشرة كبنزويك أو سلسلك أو الأنثرانيليك أسد، الكونيك أسد وهي أرل أو هيتيرو أرل، يعني إنه ممكن يكون عندي رابطة بأرل رينج زي بنزين أو هيتيرو أروماتيك رينج واللي هي بتمثل لي الهيدروفوبيك بارت من هذا المركب. الكربون هادي اللي حطيتها سبيسر بتوين الكاربوكسيليك أسد والأروماتيك رينج ممكن إنها تكون CH2، يعني ما يكون عليها أي R جروب بس هيدروجين، ممكن إني أحط عليها CH3 جروب أو ممكن أحط عليها ألكل، ورح نحكي شوي عن الألكل later on شو متى بحط ألكل ومتى بقدرش إني أحط ألكل. فبهاي الحالة صار اسمهم أرل أور هيتيرو أرل ألكانويك أسيدز. هسا إذا بدي أقارنه بالأسبرين، أنا فعلياً مركبي صار مور لايبوفيليك، أنا مش بس عندي هاي البنزين رينج، أنا ضفت كمان عليها ألكل جروب، المركب صار مور لايبوفيليك than أسبرين، لكن استيل المركب فيه كاربوكسيليك أسد مش رابطة ببنزين رينج دايركتلي، هايلي أسيدك، فرح يكون أيونايز أت فيسيولوجيكال بي اتش. لما بده يجي يرتبط this كاربوكسيليك أسد رح تعمل أيونيك انتراكشن مع الأرجينين واللي يعتبر إسينشال انتراكشن. بالإضافة إلى ذلك في عندي كمان موجود، يعني لو تجي تحكي على الأكتف سايت يعني زي كيف البوابة تبعته، عجيها في أرجينين وعجيها في تايروسين، هاي بتعمل مع الأسيدك مويتي. وبعدها في عندي اللي هو الهيدروفوبيك بوكيت بدخل ديبلي بداخل البايندينج سايت. هاي المركبات اللي زي هيك بما انها رح تدخل مكان الاراكيدونيك اسيد ما بتحتاج الالوستيريك بوكيت، معناها بتقدر ترتبط على سايكلو اوكسجينيز 1 سايكلو اوكسجينيز 2. من هنا اجت فكره ان هدول المركبات كمان نون سيلكتيف لانهم رح يستخدموا الاكتيف سايت، ما رح يعتمدوا على الارتباط بالالوستيريك بوكيت. لو اجينا على واحد من الامثله الهم اللي هو الاندوميثاسين او بدي اقارنه بالاراكيدونيك اسيد، حكينا انه انا في عندي بهدول المركبات اسيديك مويتي ميميكينج الاسيديك مويتي بالاراكيدونيك اسيد، وفي عندي لايبوفيليك بارت ميميكينج اللايبوفيليك بارت بالاراكيدونيك اسيد. وجدوا فعليا انه لما بيجي بيرتبط مركبي، حكينا الاراكيدونيك اسيد رح يدخل اللايبوفيليك بارت لجوا وهذا رح تكون باتجاه الارجينين. بالمركبات اللي عندنا بنفس الطريقة، أنا في عندي الكاربوكسيليك أسيد راح تكون عاملة رابطة مع الأرجينين وبالتالي ميميكينج اللي موجود بالأراكيدونيك أسيد. بعدها في عندي حكينا دائما لايبوفيليك بارت، بأغلب الحالات هو بيكون أروماتيك رينج، شفنا هو بلانر مويتي. هاي البلانر مويتي فعليا هي ميميكينج 5 و 8 دبل بوند اللي موجودة بالأراكيدونيك أسيد، يعني بتعمل انتر أكشن مع الأمينو أسيدز اللي بيعمل معها الأراكيدونيك أسيد دبل بوند 5 و 8. في عندي ممكن يكون إكسترا لايبوفيليك مويتي بالمركبات ميميكينج الموجود على رقم 11، يعني أنت لحد هون المركب يعطيك جود أكتيفيتي على السايكلو أكسجينيز، عشان تزيد الأفينيتي إذا عملت مور ميميكينج رح يكون مور كومبليمنتاريتي مور أفينيتي، فهاي الإكسترا بتكون ميميكينج رقم 11. وبالتالي المركبات رح ترتبط عندي بداخل الأكتيف سايت وتمنع ارتباط الأراكيدونيك أسيد، وبالتالي وقفت عمل السايكلو أكسجينيز. كلها بنحكي على نون كوفالنت انتر أكشن، الوحيد اللي كان كوفالنت مع كوكس 1 اللي هو الأسبرين لما كان يعمل استريفيكيشن للسيرين اللي موجودة بداخل الأكتيف سايت. فبالتالي هاي هو الميميكينج اللي موجود عندي ما بين الأنسيد وما بين الأراكيدونيك أسيد. هدول التو رينجز فعليا بيكونوا مش كوبلنر مع بعضهم البعض، بنفس الطريقه اللي حكيناها بالميفيناميك اسيد كانت في عندي بنزين رينج ميميكينج 5 و8، البنزين رينج الثانيه ميميكينج 11، والتنتين ما بيكونوا كوبلنر مع بعضهم البعض عشان اكوميديت انسايد
الاكتيف سايت اوف ذا انزيم. هذه ممكن تكون الاكسترا ارل اور الكل، بس ديفينتلي اذا كانت ارل راح ترتبط تعمل بتر هيدروفوبيك انتر اكشن من اللي هو الالكل جروب. ممكن تكون اتاشت اور فيوز، هسه راح نشرحها كيف ممكن تكون اتاشت اور فيوز. فبالتالي هدول المركبات فعليا اذا بدنا نيجي نحكي عنهم وجدوا فعليا انه الديستانس افضل شيء انها تكون فقط 1 كربون. اذا انا بلشت ازيح الكاربوكسيليك اسيد عن الاروماتيك رينج وازيد المسافه بيناتهم راح تختفي الاكتيفيتي. فبهاي الحاله انا بعدت الكاربوكسيليك اسيد عن الاروماتيك رينج زي ما كان بالاسبرين وبالميفانامك اسيد، لكن انا خليت المسافه واحد، فالاوبتيمال واحد. ازيدها اكثر من هيك رح يصير في دايمنشنج للاكتيفيتي. هسا اذا كانت الالفا كاربون ما حطيت عليها ار جروب يعني ضلت سي اتش 2، هون بسمي المركب هو الالكانويك اسيد صار اسمه اسيتيك اسيد، يعني انا بحكي على اسيتيك اسيد مويتي، فبصير المركب اسمه ارل اسيتيك اسيد. اذا كان وحطينا سي اتش 3 جروب لانه حكينا الار ممكن تكون سي اتش 3 او اكبر، بصير اسمه ارل بروبيونيك اسيد اللي هي بروبيونيك اسيد ريليتد، انه هاي سي اتش 3 سي اتش 2 سي 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 مع الكاربوكسيليك اسيد، فصار في ثلاثه كاربونز بروبيونيك اسيد فصار عندي أرل بروبيونيك أسيد. مثال عليها هنا الآيبوبروفين لو بدي أجي أصنفه هو أرل ألكانويك أسيد، السب كلاس إله هو أرل بروبيونيك أسيد. إذا السلنداك بدي أصنفه رح أصنفه إنه هو أرل ألكانويك أسيد، السب كلاس تبعه هو أرل أسيتيك أسيد. فبالتالي this is اللي هو الأسيتيك أسيد، رابط عندي ب الرينج اللي بتكافئ 5 و 8، وفي عندي اكسترا 1 موجوده عندي هنا رابطه. طبعا هاي بنزين رينج، هنا اكسترا 1 رابطه. هنا مثلا عندي الايبوبروفين، ذس از اللي هي الكاربوكسيليك اسيد ميميكينج الكاربوكسيليك اسيد اللي موجود بالاراكيدونيك اسيد، ذس از بنزين رينج ميميكينج البايندينج تبع 5 و 8. وهنا انا ما عندي اكسترا بنزين، عندي اكسترا هيدروفوبيك وهي الكل عشان ميميكينج رقم 11. فبالتالي أرل أسيتيك وأرل بروبيونيك أسيد. وجدوا بشكل عام إنه الأرل بروبيونيك أسيد من ناحية الأكتيفيتي أفضل من الأرل أسيتيك أسيد، يعني إضافة السي اتش 3 جروب هنا إنهانس الأكتيفيتي للمركب الموجود عندي. حكينا إنه ممكن تكون الأر جروب الكل أو سي اتش 3، لكن وجدوا إذا كبرتها عن CH3 الأكتيفيتي بتقل، لأنه رح يبلش نشوف ستيريك هندرانس وتأثر على قابلية الارتباط وقابلية عمل الأيونيك انتر أكشن. فبهاي الحالة لازم يكون فقط الR group CH3. في exception إنه إذا كان فعلياً عندك المركب ربطتها بأليسايكليك، يعني إذا طلعنا على هذا المركب الإتدولاك، هذا المركب فعلياً لو بدي أجي أطلع this is the carboxylic acid اللي أنا بدي إياها الأسيديك سنتر، this is الكربون اللي أنا بحكي عليها اللي هي CH2 زي كأنك بتحكي اللي هي الأسيتيك. بعديها في عندك أنت هذه الكربون اللي رابطة، فأنا بقدر أقول زي كأنها أرل بروبيونيك أسيد. إذا منيجي نطلع هون على هاي الكربون اللي رابطة مباشرة بالأروماتيك رينج، في عندها إثيل جروب وزدت السبيسر ما بين الأروماتيك رينج وما بين CH. هذا الإشي سبب إنه أنا دخلتها بألي سايكليك، يعني أليفاتيك سايكليك ميوتي. ما بنفع إني أنا ما تكون عندي، لأنه الألي سايكليك ستركشر رح يكون من ناحية 3D ستركشر المسافة الموجودة بين الكاربوكسيليك أسيد وما بين الأروماتيك رينج تقريبا هي نفسها اللي موجودة بالمركبات الثانية. فبهاي الحالة إذا أنا بدك تربطها، بدك تحط على الكاربون إشي أكبر من اللي هي CH3 جروب سواء هون أو هون، فعلياً تقدر تعمله بس بتكون رابطها بألي سايكليك سيستم، يعني أليفاتيك سايكليك رينج عملتها. لكن إنك ما تربطها وتروح تحط إثل أو بروبيل أو هاي تكبرها، لا، هون الأكتيفيتي بتبلش تقل عندك. فبهاي الحالة مسموح لك فقط بسي اتش 3 جروب أكبر، بدك تكون جزء من سايكل بهاي الحالة. هسا المركبات اللي بيكون عندي اللي هي أريل أسيتيك أسيد زي مبدأ المركبات اللي هون زي هون، طبعا زي مبدا اللي هو الفيناميك اسيد، لكن انا عملت سبيسر بيناتهم فبطل اسمه هو فيناميك اسيد، فبنسميهم فيناكس. يعني اذا كانت عندي
اللي هي الأروماتيك رينج فينر رينج نسميهم الفينابس. إذا أجيت حطيت CH3 جروب هنا أريل بروبيونيك أسيد بصير اسمهم مجموعة البروفين. يعني هذا المركب هو مش فيناميك أسيد، هنا هو الديكلوفيناك، الاسم بنتهي بفيناك. هذا ينتمي لمجموعة الأريل ألكانويك أسيد، لمجموعة الأريل أسيتيك أسيد، لكن عندي اللي موجود هنا اللي هو رابط بالبنزين رينج. إذا حطينا CH3 جروب بصير اسمهم مجموعة البروفين. هاي كتسميات. لو اجينا طلعنا على المركبات اللي موجودة عندي هنا، زي ما حكينا انا فعليا عندي الديستانس هي just one carbon بيناتهم، ما بقدر اكبرها. حطيت انا substituent فقط CH3، ما بقدر اكبره الا اذا انا عملت الاسايكليك رينج ربطتها بالأرل رينج الاساسية اللي موجودة. هنا في عندي الأرل رينج الرئيسية اللي رابطة بالكاربوكسيليك اسيد ثرو سبيسر، هذا يصنف أليل بروبيونيك أسيد، وهاي بالنسبة لنا اللي هي البنزين رينج الثانية واللي هي attached to this ring، رابطة عن طريق أكسجين. هون رابطة عن طريق اللي هي كاربونيل، هون نفس الإشي، هي رابطة عن طريق كاربونيل، فهاي الأساسية وهاي بالنسبة إلها هي attached. نفس الشيء هاي بالنسبة لنا الأساسية وهاي attached اللي تكافئ رقم 11 عندي بالارتباط لما باجي بقارنها بالأراكيدونيك أسيد. طبعا زي ما حكينا الألكيل جروب فقط في حالات بس بسيطة بقدر إني أكبرها. هسا إني أحط تنتين آر ألكيل جروب مع بعضهم البعض لا مش مسموح. يعني دايما على هاي الكربون بدك تحط آر جروب حط CH3، إذا بدك تكبر عن CH3 بدك تربطها بأليفاتيك رينج مع الأروماتيك رينج الرئيسية. إذا أنت بدك تحط CH3 جروب هنا وترجع تحط كمان CH3 جروب ثانية، لا هون صار في تأثير على المركب ستريك هندرانس كبير، وبالتالي ما رح يرتبط بتروح عندي الأكتيفيتي لهذا المركب، فبالتالي مش مسموح لغير بـ one substitution. لو أجينا هسا المركبات دخلنا فيها وحكينا هاي عندي الأريل ألكانويك أسيد، وبالتالي أنا مسموح لي CH3 جروب هنا أو H أكبر منها بتكون الاسايكليك. هاي بالنسبة لنا الكربون سبيسر بتوين الأسيديك سنتر وبتوين الأروماتيك رينج. هاي الرئيسيات اللي أنا بدي إياهم. This is will mimic the carboxylic acid of arachidonic. This is mimicking double bond 85. هسا بأغلب المركبات إذا شفتوا كان في عندي يا ألكيل جروب يا إكسترا أريل جروب. هاي الأريل جروب ممكن تكون رابطة يعني throw a single bond زي هنا throw a single bond، يعني تطلع على المركب هنا this is aryl alkanoic acid، هون نفس اللي هي propionic، هادي عندي propionic رابطة بالأروماتيك رينج الرئيسية وعامل ارتباط with extra aryl group، هدول بنسميهم attached. هون بالمقابل النابروكسين fused، يعني أنا عندي الأريل propionic acid this is الأساسية اللي بتشابه 5.8 وهاي اللي بتشابه 11، بس هنا fused instead of attached، صارت fused معها هنا attached عندي المركب هون. فممكن تكون second aromatic ring attached or fused عندي مع المركب. ممكن هدول two aromatic ring بدل ما انهم رابطيتهم انا مباشرة بsingle bond انا احط spacer بيناتهم، كمان هذه بقدر اعتبرها attached through a spacer، فبالتالي هذا spacer باغلب الحالات بده يكون sp2 من ناحية الهايبريدايزيشن، فبالتالي this is the aromatic ring وهاي الأروماتيك رينج الثانية وهاي بيناتهم اللي هو السبيسر sp2 أتوم، وهاي الكاربوكسيليك أسيد جروب الموجودة، فهدول ينتموا لمجموعة الأريل ألكانويك أسيد. فهاي الحكي اللي حكيناه وتشابهه مع الأراكيدونيك أسيد من ناحية الارتباط. this is the first aromatic ring، خليني أشطر لك هاي الحركيش كلها. هاي عندي وهاي عنا اللي هي الأروماتيك رينج اللي رابطة مباشرة بالكاربوكسيليك أسيد ميميكينج ذيس، الأروماتيك رينج الثانية ميميكينج 11 وأحيانا بيعتبروها 11 و 14 بس هي ميل 11. ممكن تكون زي ما حكينا رابطة مباشرة الأروماتيك رينج through single bond أو fused أو يكون بيناتهم sp2 أتوم.
لما يكون عندي بيناتهم اللي هو الاس بي 2 اتوم هذول ما بيكونوا كوبلانر مع بعضهم البعض. نفس الشيء لما يكونوا بايفينال سيستم ما بيكونوا كوبلانر مع بعضهم البعض. وهاي ارل اور الكل زي ما حكينا اتاشد اور فيوز. اتاشد ثرو بوند، فيوز يعني رابطه فيها مباشره زي الارك زي النابروكسن شفناه قبل شوي. فبالتالي لو جينا اطلعنا على مجموعة الأرل أسيتيك أسيد، هدول المركبات كلهم بصنفهم من مجموعة اللي هو الأرل أسيتيك أسيد، واللي فيهم أسيتيك أسيد ميوتي كلهم بتشابهوا بوجود كاربوكسيليك أسيد جروب. هاي الكاربوكسيليك أسيد جروب إسنشال للأكتيفيتي للمركبات عشان ترتبط تعمل أيونيك إنتر أكشن. في عندي سبيسر 1 أتوم إلا إذا كان جزء من أليسايكليك. في عندي This is the first aryl ring. في sp2 atom ببعض المركبات بتكون رابطة ب another aromatic ring. هاي sp2 on sp2. هنا مثلا عندي مش aryl ring ثانية، في عندي alkyl. هنا عندي fused aromatic ring. هنا في عندي fused، هذا رح نحكي عنه، ما في carboxylic acid بس رح نحكي عن هذا الدرج. هنا نفس الفكرة، في عندي هاي الأكسجين هي رح يكون طبعا تعمل resonance sp2. هنا عندي بايفينال سيستم ما بيكونوا كوبلانر مع بعضهم البعض لاني انا حاطه هنا جروب تمنع الكوبلانرتي الموجوده. هنا عندي المركب اذا بشوف هاي المجموعه اللي هي اسيتيك اسيد، هنا انا ضفت جروب اكبر من المثل لكنها فيوزد مع الرينج اليسايكليك سيستم. فراح اوقف عند هذا السلايد عشان نكمل بالمحاضره القادمه ان شاء الله، وراح نضطر ناخذ محاضرات اضافيه حتى نختم الماده لأن لسه مجموعة الأنسات فيها حكي كتير، وفي عنا الستيرويد. إن شاء الله ضل عنا محاضرة الأربعاء ونشوف وين رح نوصل وقديش نحتاج وقت لنكمل المادة بمحاضرة إضافية. ممكن تكون المحاضرة الإضافية يوم خميس إن شاء الله. في حدا عنده أي سؤال يا جماعة؟ يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك. يعطيك العافية دكتورة. في بونس على التجميع؟ ما أتوقع في بونص، ما تناقشناش بالموضوع هذا لسه، ما يعني أي إشي بتعلن لكم عنه الدكتورة رفيدة إن شاء الله. إذا ما حدا عنده أي سؤال فعم نشوفكم يوم الأربعاء إن شاء الله. استودعكم الله.